متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم صارت أحوال جوية غير مستقرة بشكل يومي في المرتفعات الجنوبية الغربية، وصارت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم جنوب الجزيرة العربية وجنوب المملكة، حيث عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار. هذه الغيوم هي مؤشر على وجود كميات كبيرة من الرطوبة في طبقات المتوسطة والعالية من الجو، وهي التي تستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين ساد طقس صافي في باقي مناطق المملكة. التوقعات الجوية للأيام القليلة القادمة، تحديدا الأمطار المتوقعة من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء، حيث تأثر المملكة تدريجيا بأحوال جوية غير مستقرة خلال بداية الأسبوع، تحديدا اعتبارا من يوم الأحد انطلاقا من المنطقة الشمالية، حيث تتكاثر كميات من الغيوم في طبقات الجو المتوسطة والعالية وتعطل زخات رعدية من الأمطار خاصة فوق منطقة الجوف وأجزاء من منطقة تبوك، كما تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الاثنين تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة وتتسع رقعتها في المنطقة الشمالية لتشمل عموم منطقة تبوك بما فيها السواحل المطلة على خليج العقبة، وأيضا السواحل أجزاء من السواحل المطلة على البحر الأحمر. أيضا تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في منطقة الجوف، منطقة الحدود الشمالية وصولا حتى منطقة المدينة المنورة وغرب منطقة حائل وعموم المرتفعات الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة، ستكون عشوائية الطابع، حيث تتكاثر كميات من الغيوم الرعدية في عموم المنطقة الشمالية، تحديدا منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وتمتد حتى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية، منطقة حفر الباطن، حائل، القصيم، أجزاء من منطقة الرياض، وتستمر في المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الأربعاء تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في عموم المنطقة الشمالية الوسطى الشمالية الشرقية الغربية والجنوبية الغربية، لكن بشكل عشوائي خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، يكون السحور ممتاز في الخارج بسبب أن درجات الحرارة تكون معتدلة حوالي 26 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي، الملموس أيضا 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الأحد 39 درجة مئوية مع 26 درجة مئوية كحرارة دنيا، يوم الاثنين 40 إلى 26 درجة مئوية، يوم الثلاثاء تواصل ارتفاعها لتسجل 41 درجة مئوية كحرارة عظمى مع طقس غائم جزئي، أما ليلا 27 درجة مئوية مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.